السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ فاضل؟ الحمد لله، اتفضل. ما حكم الوضوء على شعر كريم للشعر أو جل للشعر؟ لا بأس بذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لبد شعر رأسه في الحج من يوم 25 من ذي القعدة إلى العاشر من ذي الحجة. ما معنى لبد يا مولانا؟ لبد، تعرف تعرف الكرة الجلة؟ تسمع؟ تمام. تعرفها؟ تمام. الخيط يعني جمع بعض الشعر إلى بعض بشيء يقال له لباد، زي مثل السمغ.